بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم الدرس الأول في الفقه للصف الثالث الابتدائي، وهو أداب قضاء الحاجة وإزالة النجاسة. أداب قضاء الحاجة. أبدأ اليوم بدراسة الوحدة الأولى وأتعلم فيها أداب قضاء الحاجة وأحكام إزالة النجاسة، وهذا نشاط يمكن أن ننفذه. لو الأب سأل ابنه ما الفوائد الصحية للطهارة، هنا استأذن محمد معلمه للخروج من الفصل لقضاء الحاجة، فأذن له وقال: هل تعرف يا محمد ماذا تقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه؟ قال: نعم، وأحفظها لأني تعلمتها في الصف الثاني. كلنا تعلمنا دعاء دخول الخلاء، وحتى صورناه فيديو لو تتذكرون. فأقول عند دخول الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأقول عند الخروج منه: غفرانك غفرانك. عند دخول الخلاء أقدم رجلي، وانت داخل الخلاء تقدم رجلك لإيه؟ أحسنتم، اليسرى. وعند الخروج من الخلاء أقدم رجلي اليمنى، عكس المسجد. المسجد أقدم رجلي اليمنى، وأنا داخل، وأنا خارج اليسرى. الخلاء العكس، تدخل باليسرى وتخرج باليمنى. هنا يقول لي: لا أستقبل القبلة عند قضاء الحاجة في الصحراء. لا أستقبل القبلة عند قضاء الحاجة في الصحراء. هذه الصورة التي أمامنا هي، أحسنتم، الكعبة، وهي قبلة المسلمين في صلاتهم. عند قضاء الحاجة لا أستقبل القبلة ولا أستدبرها في الصحراء، في المكان المفتوح غير البليان. لا أستقبل القبلة ولا أستدبرها. هذا السؤال يأتي في أكمل، وساعات يجي صح وخطأ. لا أستقبل القبلة ولا أستدبرها عند قضاء الحاجة في الصحراء، تقول له صح. أكمل عند قضاء الحاجة لا نقط ولا نقط في نقط، تقول له لا أستقبل القبلة ولا أستدبرها في الصحراء. يبقى نتمرن على السؤال ونحفظه جيدا. يقول لي: ساعد ابنك في معرفة الحكمة من تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. لأن هذه الكعبة هي قبلة المسلمين، هي أطهر مكان في على الأرض، فيجب أن نوجه لها وجهنا حينما نكون في طهارة، في صلاة، في ذكر. أما حينما نقضي الحاجة فهو مكان غير طاهر، لذلك لا نستقبلها ولا نستدبرها. أستتر عن أنظار الناس عند قضاء الحاجة. لا يجوز أن يرانا الناس ونحن نقضي حاجتنا. إذا أردت قضاء الحاجة وأنا في الصحراء، فكيف أستتر عن أنظار الناس؟ طبعا نأتي في مكان عالي ونقضي الحاجة خلفه حتى لا يرانا أحد. أستتر خلف صخرة، أبتعد عن طريق الناس في أي مكان يكون حتى لا يراني أحد. أستتر عن عيون الناس عند قضاء الحاجة، لأن ديني أمر بستر العورة. ديني أمر بستر العورة. الذكر يحفظ المسلم ويطرد عنه الشيطان. أكتب دعاء دخول الخلاء ودعاء الخروج منه. أقول عند دخول الخلاء، كلنا يحفظ الدعاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتدخل برجلك اليسر. وانت خارج تقول: غفرانك، وتخرج برجلك اليمنى.
أحدد المكانين، أي المكانين أجتلب فيه استقبال القبلة واستدبار عندما أقضي حاجتي؟ هو اللي المفروض وشك ما يكونش ناحية القبلة ولا ظهرك ناحية القبلة، الصحراء، لأن مكان مفتوح. أما البيت فمحدود بالجدران. الأسئلة، أضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة غير الصحيحة عند قضاء الحاجة. أستتر عن الناس، صح. أقدم رجلي اليمنى عند دخول الخلاء، خطأ. أجتنب استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، أجتنب استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، صح. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الدرس الأول، أداب قضايا الحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.